القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، وتعتبر قرار إسرائيل بفرض ولايتها وإدارتها على الجولان ملغا وباطلا. منذ ثلاثة عقود تجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام التأكيد على قرارها رقم 479 الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي. ويعتبر فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان السوري وضمه ملغا وباطلا وليس له أي شرعية على الإطلاق، هذا على الورق وفي القرارات. والواقع يقول كل هذه الدعوات والقرارات الدولية للانسحاب من الجولان السوري لا تسمعها إسرائيل وتعتبرها كأنها لم تكن بفعل دعم وتغطية أمريكية أوروبية في المؤسسات والمحافل الدولية. ولم يتوقف الأمر هنا، بل سعت وتسعى إسرائيل لتكريس احتلالها للجولان السوري بعد قرار ضمه في 14 من كانون الأول سنة 1981 من خلال زيادة إجراءاتها التعسفية بحق الجولانيين ومحاولات فرض الهوية الإسرائيلية بالقوة بعد رفضهم المطلق التخلي عن هويتهم السورية، إضافة إلى التضييق على الجولانيين السوريين في مصادر عيشهم وسرقة أراضيهم ومياههم. وأخيرا وليس آخرا، بناء سلطات الاحتلال الإسرائيلي سورا عازلا بارتفاع 8 أمتار بين الجولان المحتل ومدينة القنيطرة. فإن استطاعت إسرائيل تجاهل كل القرارات الدولية للانسحاب من الجولان المحتل، فإنها لم ولن تستطيع إطفاء تمسك المواطنين العرب السوريين في الجولان المحتل الدائم بسوريتهم مهما بلغت إجراءاتها الاحتلالية بحقهم. المزارعون السوريون في الجولان المحتل يعانون شح المياه، بينما تسرق سلطات الاحتلال مواردهم التاريخية من المياه لتمنحها للمستوطنين. بركة رام أكبر خزان مياه في الجولان المحتل، تقع بين قريتي مجدل شمس ومسعدة وعلى ارتفاع 940 مترا عن سطح البحر وبسعة 7 ملايين متر مكعب من المياه. عانى مزارعو الجولان من أزمة مياه العام الماضي والتي أثرت بشكل سلبي على موسم التفاح الذي انخفض إنتاجه إلى 20% من الإنتاج العام. ورغم وقوع البركة وسط مزارع الجولانيين، إلا أن سلطات الاحتلال تمنعهم من أخذ الكميات الكافية وتضخ مياه البحيرة إلى مستوطناتها التي تبعد عشرات الكيلومترات عن البحيرة. شركة مكروت هي المسؤولة عن المياه في هضبة الجولان، فلدلهم الواحد بتعطينا 150 كوب، بينما المستوطن اللي موجود بهضبة الجولان هون بتعطيه 600 كوب، أضعف. هذا بالنسبة لكمية المي، أما بالنسبة للأسعار 4 أضعاف ما نحن بناخذ الكوب هن بياخذوه. فهذه البركة أنا بجنبي هون ما بقدرش أخذ منها ولا كوب غير عن طريق شركة مكروت. أنا واحد من الناس اللي رحت على الحبس أكثر من مرة، أنا انحبست من شان عملني عبس قرضاتي على البركة والترم به اللي أسحب فيه مي انحبست والترك انحبس فترة معينة وفي ضغوطات على الناس. أما نحن منغرسين بهالأرض، جذورنا ثابتة هون، مش ممكن مهما كلف الأمر لو كل واحد منا بيرفع دميته وما بيطلع من الأرض والأرض إلنا لابد، فيش مجال إلا الاحتلال بده يزول. سقطت ثمار مئات الأشجار حول بحيرة رام بسبب شح المياه، لكن أشجارها أبت إلا أن تبقى واقفة شامخة كشموخ الحرمون وقاسيون. عطا فرحات، التلفزيون العربي السوري، من جانب بركة رام الجولان المحتل. مجلس الشعب يعقد جلسة برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس، ويناقش الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها سوريا وما تتعرض له من مؤامرة تستهدف مواقفها الوطنية والقومية. مجلس الشعب وبعد مناقشته الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها سوريا وعلى مدى 4 جلسات، أكد في بيان له رفض وإدانة أي نوع من أنواع التدخل الخارجي بكافة أشكاله، كما أكد على وضع مشروع دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام ومنع جميع المظاهرات غير المرخصة وتعزيز الديمقراطية واعتبار صناديق الاقتراع هي الطريقة الصحيحة لذلك.
ولفت المجلس إلى أهمية الاستمرار بإطلاق سراح جميع المعتقلين عدا الذين ثبتت إدانتهم وفق القوانين النافذة، وإجراء انتخابات مجلس الشعب وفق أسس جديدة انطلاقا من قانوني الأحزاب والانتخابات، وإجراء حوار وطني برعاية ورئاسة السيد رئيس الجمهورية. كما دعا المجلس إلى متابعة الإصلاح الإداري والقضائي والاقتصادي ووضع معايير لتعيين الإنسان المناسب في المكان المناسب، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين أيا كان موقعهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات بما يخدم ويطور الإنتاج الوطني ويلبي مصالح المنتجين ويحقق المطالب الملحة للشعب ويعزز الصمود الوطني. كما ثمن المجلس عاليا التضحيات الغالية التي يقدمها الشعب والجيش العربي السوري وقوى الأمن من أجل مصلحة هذا الوطن. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن أعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 30 نيسان 2012، وأصبح قانونا. وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي تحدث عن أهمية القانون وقال أنه يهدف إلى تحسين مستوى الجباية في الوحدات الإدارية. وبالنسبة لارتفاع الرسوم البلدية أوضح غلاونجي أن كل ما تقوم به البلديات من خدمات هي من التمويل الذاتي، وهذه الرسوم تذهب إلى مشاريع ذات منفعة عامة للمواطن، كما أن الرسوم البلدية التي تفرض هي بالحد الأدنى، علما أن الوزارة تقوم بإعطاء إعانات للوحدات الإدارية لكي تقوم بالخدمات والمشاريع. ففي عام 2011 تم منح أكثر من 22 مليار ليرة سورية، شملت إعانات تنموية وسياحية وإعانات لمناطق الجفاف وللحد من الفقر وتجهيز البنى التحتية وخاصة في المناطق الصناعية، وإعانات سلف لتسديد بعض الرواتب المتأخرة وشراء الآليات. ورفعت الجلسة إلى الساعة 6 من مساء الأحد 11 من الشهر الجاري. ردا على الإجراءات غير المبررة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف معيشة الشعب السوري وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية، الأمر الذي يتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي، وبما يسيء بشكل كبير لروح الشراكة التي أرسل دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط. وفي ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة بحق سوريا في المحافل الدولية والأوروبية بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية، وقيام الأوروبيين بالتحريض عوضا عن الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سوريا، قررت حكومة الجمهورية العربية السورية تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سوريا. إذن هي حرب اقتصادية بامتياز، بدأتها أمريكا وأوروبا ثم أكملتها الجامعة العربية والتحقت بالركب تركيا، لتأتي اليوم المنظومة الأوروبية وتعيد الدائرة إلى حلقتها الأولى. حرب تهدف منها تلك الدول إلى الاقتيات على الكعكة الشرق أوسطية لإطعام شعوبها التي تأن على وقع كساد كبير واقتصاد متدهور من جراء أزمة مالية خانقة ولدت من رحم فشل السياسات المالية لواشنطن وحلفائها الأوروبيين، فولدت صوتا شعبيا مطالبا بإنقاذ الاقتصاد الأمريكي والعدالة في توزيع الثروة عبر وقف حروب تستنزف المال العام تردد صداه صخبا داخل جدران البيت الأبيض. وكذلك الحال في القارة العجوز التي انتقلت إليها العدوى، فباتت تعاني حركة احتجاج شعبية يضاف إليها تسابق لتبادل الاتهامات وانقسام الرأي بين أعضاء اتحادها 27 بصورة حادة، وسط انعدام للثقة بين دول الجوار التي تهدد بإحياء الخصومات القديمة. ناهيك عن الغضب الشعبي الذي ولده هذا التخبط الاقتصادي والفوضى الاجتماعية على زعماء تلك الدول، غضب من شأنه أن يضعهم في مواجهة محاكمة عادلة ما حدا بهم للهروب إلى الأمام عبر حرف البوصلة وتحولهم إلى قضاة يحاكمون ويعاقبون. هذه الوقائع حددت بمجملها ملامح انهيار إرهاصات ومعالم النظام المالي العالمي الرأسمالي
الذي تنتهجه ضفتي الأطلسي وأحباط طموح المنظومة الأوروبية بإنشاء أكبر كيان اقتصادي موحد في العالم. فكان السبيل الوحيد للحؤول دون كر سبحة الأزمات وإنقاذ النظام الرأسمالي تصدير الأزمة إلى المنطقة العربية ورسم خريطة طريق استعمارية يحتاج السير فيها إلى كسر إرادة سوريا المقاومة لكل تلك المشاريع. فقفز المستعمرون على انقساماتهم وتجاوز اختلافاتهم في الآراء ليتوحد الموقف والرؤية على طريق استعمار الشرق. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأنه ردا على الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية التركي في مؤتمره الصحفي بالأمس تجاه سوريا، قررت الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما تدرس الحكومة السورية اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي. وكان وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو أعلن أمس تعليق قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية السورية، إضافة إلى تعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين التركي والسوري وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية في تركيا ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سوريا باستثناء العمليات الجارية حاليا. وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده ستعلق تعاونها الاستراتيجي عالي المستوى مع سوريا، إضافة إلى حظر السفر وتجميد الموجودات المصرفية لمسؤولين ورجال أعمال سوريين، كما تضمنت الإجراءات وقف بيع وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للجيش السوري واعتراض نقل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى سوريا عبر الأراضي والمجال الجوي والمياه التركية. أليكسي فاشينكو المحرر السياسي لصحيفة زافترا الروسية أكد أن الشعب الروسي يتعاطف مع الشعب السوري ويشعر بقلق شديد من جراء الأحداث الجارية في سوريا. نحن ندرك أن الأحداث في سوريا تجري ضمن أطر الاستراتيجية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا الغربية التي هي عدوة لروسيا في الوقت نفسه، ونعلم جيدا أن هذه الأحداث كانت مخططة ومرسومة مسبقا وتدار حاليا بكل دقة. هناك طابور خامس من الخونة في صفوف الجامعة العربية، وعلى أولئك الذين يتخذون قرارات ضد سوريا إدراك أن الحريق سيصل إلى بيوتهم عاجلا أم آجلا. إن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية تمس بالدرجة الأولى الشعب السوري وتؤثر على مصالحه، لكن الشعب والقيادة في سوريا في تلاحم وثيق، وأنا على يقين بأن لدى سوريا جميع الإمكانيات للخروج من هذه الأزمة، ولكن أعمال الجامعة العربية قد تجعل هذه العملية أكثر صعوبة وأكثر امتدادا من حيث الزمن. إن المعارضة والاحتجاجات موجودة في كل العالم، ولكن القضية في سوريا تنحصر في التحريض الخارجي للمعارضة ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤون سوريا الداخلية، وهذا ما ينطوي على أشد الخطر. أما فيما يتعلق بالتصرفات التركية تجاه سوريا، فأن تاريخ العلاقات بين روسيا وتركيا فيها الكثير من مراحل المجابهة والتوتر والحروب، ولكن حكام تركيا الحاليين لا يستخلصون العبرة اللازمة من التاريخ ولا يدركون أن الوقوف ضد سوريا اليوم إنما يقفون ضد روسيا أيضا ويتصرفون ضد مصالح شعبهم بالذات، وأن العلاقات الروسية التركية ستصاب بالتراجع والتردي. إن القيادة السورية تعمل كل ما يمكنها للحفاظ على الاستقرار والسلام في بلادها والمنطقة، وإننا على يقين بأن القيادة السورية ستجد ما يكفي من الحكمة وبعد النظر والشجاعة في التصدي لمحاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلادهم.